ناس كتير فاكرة إن حياة نجوم زمن الفن الجميل كلها كانت شهرة وفلوس ومسلسلات وأفلام وبس، ولكن ما يعرفوش إن حياة بعضهم انتهت بشكل مأساوي جدا، وعشان كده عملنا فلاش باك. بأول حلقة فلاش باك هنتكلم عن أسطورة الكوميديا في مصر، أسطورة الكوميديا في التاريخ السينمائي العربي كله، إسماعيل ياسين. نهارك سعيد يا حضرة الأفندي لو كنت أفندي، ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه. أفندم أنا مين؟ إسماعيل ياسين بدايته كانت صعبة جدا كطفل. اتولد في السويس في 1912، والدته بعد شوية توفت، أبوه دخل السجن، وجدته كانت بتربيه. كانت بتعامل إسماعيل ياسين معاملة قاسية جدا، بتضربه بتوديه كل المشاوير. وبعد شوية إسماعيل ياسين قرر أنه يعاقب الست دي بأنه يسرقها ويسافر بالفلوس دي القاهرة اللي هتبتدي فيها رحلته مع النجومية. ولكن برضه في القاهرة واجهته صعوبات يمكن أكبر من اللي عاشها قبل كده في حياته كلها. نام في الشوارع لدرجة أنه بيقول في حوار نادر ليه أنه لقى قطة في مرة بتاكل سمكة، فراح خد السمكة من القطة عشان يأكلها هو. الشاب اللي كان بيواجه صعوبات كتيرة جدا في القاهرة بعد شوية حول الصعوبات دي لنجاح أسطوري في السينما والمسرح المصري والعربي مع صديق رحلة كفاحه الكبير جدا أبو السعود الإبياري. الجانب الآخر بقى بدأ في حياة إسماعيل ياسين في فترة الستينات تحديدا، الفترة اللي ابتدى فيها التلفزيون وعليه ابتدى مسرح التلفزيون اللي بدأ يسحب البساط تماما من مسرح إسماعيل ياسين، وده طبعا الجزء في المسرح. في السينما إسماعيل ياسين ما بقاش بيتعرض عليه أفلام زي الأول، لأنه طبعا ما بقاش نجم جماهيري زي الأول بسبب ظهور جيل جديد، طبعا فؤاد المهندس وبعده عادل إمام وهكذا. طبعا المنتجين وقتها هما كمان ما بقوش بيعرضوا عليه أفلام، المخرجين زي هو ما بيقول في حوار لي إن المخرجين نفسهم ما بقوش بيردوا عليه، وكل ده أثر بالسلب على إسماعيل ياسين جدا. زوجة ابنه قالت إن إسماعيل ياسين كان عنده في الفترة دي 300,000 جنيه في البنك، راح يسحب فلوس لقى الضرايب حجزت على فلوسه وبقى رصيده 2 جنيه فقط. ونفتكر حوار شهير لإسماعيل ياسين مع الإعلامي وجدي الحكيم، اتكلم فيه عن إن الفنان مش زي الناس ما بتشوفه على الشاشة، وإنه نفسه بيواجه أزمات كبيرة في حياته سواء مرض أو فلوس أو إنه مسرحه ضيع كل فلوسه عليه، وكان باين عليه جدا الإرهاق النفسي والمرض الاتنين. تخيلوا يا جماعة كمان إن في الفترة دي إسماعيل ياسين اللي كان نجم مسرح وصل بيه الحال إنه بيطلع على المسرح بيقول نكت زي ما تعود في حياته كلها، واحد من الجمهور رد عليه وقال له قديمة دي بدلتك اللي قديمة لما النكت هرقاها. وفضلت حياة إسماعيل ياسين في الفترة دي ماشية ما بين المرض والمعاناة المالية والأدوار الثانوية، حتى آخر أدواره في فيلم الرغبة والضياع مع رشدي أباظة اللي مثل فيه 4 أيام بس قبل ما يرحل عن عالمنا واحد من أهم نجوم السينما والمسرح في تاريخ الفن العربي كله. استنونا الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من فلاش باك.